بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في بعض اليوتيوبر طلع النهارده بيتكلم عن أن السعودية تضرب إيران في العنق. أنا عايز أقول حاجة يا إخوانا، وطبعا جاء في حديثه أن الأمير محمد بن سلمان يتفق مع نتنياهو لضرب إيران وعشان يورطوا بايدن في الموضوع وقبل ما يمشي ترامب. الكلام ده كله غير صحيح، دي غير صحيح بالمرة. طب انت شفت يعني ان محمد بن سلمان قعد مع ترامب، قعد مع نتنياهو واتفقوا على انهم يضربوا ايران؟ حبيبي، ايران واسرائيل عملة او وجهان لعملة واحدة. اقرأ التاريخ. الكلام ده كله ده شغل بقى هالفطة زي ما بيقولوا كده بالبلدي. ده شغل زر رماد في العيون. عدو إيران وعدو إسرائيل وعدو الغرب، هو إحنا العرب. عدوهم محمد بن سلمان بس، عدوهم السيسي، عدوهم محمد بن زايد، عدوهم الملك حمد بس، عدوهم العرب والإسلام. إيران عدو. أنا عايز أفهمك على حاجة. أولا إيران اللي جاب النظام الإيراني للخليج هم دول أوروبا، فرنسا وبريطانيا وأمريكا والناس دي، وهي اللي دعمته. والا انت لما تيجي مثلا تتكلم عن مساله قتل محسن زاده، ده اللي هو العالم النووي، ده شيء عادي يا سيدي. ما هو لا انت فاكر خلاص كده يعني؟ طيب ما هو هذا العالم اصلا ابحاثه كلها بتدون، ويجي اللي وراه واكيد ليه تلاميذ، ويجي اللي وراه بيكمل على الابحاث بتاعته. انا اعرف ان الاستهداف الحقيقي هو استهداف المفاعل نفسه. وانا اذكركم بمفاعل العراق عندما قصفته اسرائيل، ما تخليهوش يقعد. انتوا عايزين تفهموني ان امريكا مش قادره تضرب المفاعل ده في اي وقت؟ طب ما ضربتوش ليه؟ عايزين تفهموني ان المفاعل ده اسرائيل مش عارفاه، وممكن تكون بتزوده بتكنولوجيا وبمعلومات وبابحاث، وعندها ناس بتدرب ناس من هناك. انتوا عايزين تفهمونا كده؟ عايزين تفهمونا ان فعلا ايران عدوة لاسرائيل؟ عايزين تفهمونا ان ايران عدوة لامريكا؟ واحد يقول لي طيب ازاي، طيب قصف قتل القاسم سليماني، وازاي يقتلوا واحد زي ده؟ وانا هسألك نفس السؤال، لماذا امريكا ضحت ببرجين، برجي التجارة العالمي في 2011؟ نعم 9 سبتمبر 2011، 2001 اسف. لماذا أمريكا ضحت بالبرجين في عملية سبتمبر 2001، 11 من سبتمبر، ضحت ببرجين ليه؟ عشان تحتل العراق، عشان تحتل أفغانستان، خلي بالكم، عشان تيجي الشرق الأوسط وتقول باسم الإرهاب. هي برضه نفس القصة، عشان بس تبقوا فاهمين يا إخواننا، الناس تطلع تحلل. وبعدين يلصق نتنياهو مع بن سلمان، واحنا من كام يوم وزير الخارجيه نفى لقاء محمد بن سلمان ونتنياهو، وقال لك ان اللقاء كان مع بومبيو ووزير الخارجيه الامريكي او وفد امريكي يعني، والامير محمد بن سلمان. انت النهارده تيجي بقى بتخميناتك بتحليلاتك اللوزعيه تقول لا ده هم بيتفقوا وهيضربوا ايران وهيضربوا المفاعل النووي. وانا بتحداكم اهو، مش هيضرب المفاعل النووي في ايران، ولو اتضرب هيضرب لأغراض تانية تصب في مصلحة الغرب وإسرائيل في المنطقة. وأنا عايز ألفت نظركم لحاجة ممكن تقولوا يعني الكلام ده غريب جدا أول مرة يعني نسمعه. لا، هو كلام منطقي جدا. ليه أصلا كل ده خطة من إسرائيل إن هي تحول وجهة العرب من عداوتها الى عداوه تركيا وايران وقطر في المنطقه؟ الناس اصلا نسيت اسرائيل، وبدانا احنا كلنا بنتكلم بنقول ان العدو الاول، الاولويه في العداوه ايران وتركيا. ده صحيح على اللي بيحصل في الارض وعلى الواقع، ده صحيح 100%. ويطلع واحد تاني يتكلم عن اسرائيل، طب ايه اسرائيل ده؟ وانا واحد من الناس بقول كده يعني، انا واحد من الناس، انا بس انا بقول لك الخطه مودينا لغايه فين، موصلانا لغايه فين، خلي بالكم. فطبعا بيجي مثلا واحد يقول لك طب عداوه اسرائيل اكتر ولا تركيا اكتر؟
ضرر اسرائيل للعرب اكتر ولا ايران؟ ضرر العرب، ضرر العرب من اسرائيل اكتر ولا من قطر؟ انا واحد من الناس بقول لك قطر ضرت العرب اكتر من اسرائيل، وقلته في اكتر من فيديو، وبقول لك تركيا وايران اخطر من اسرائيل، لكن هما عملاء لاسرائيل في المنطقه. يعني لازم واحنا بنتكلم واحنا نحلل تكون الصوره واضحه. نعم دول اولويات ان احنا نواجههم، لكن اعلموا ان من خلفهم اسرائيل، ومن خلفهم الغرب الصهيوني امريكي، الغرب الصليبي اقصد. يعني حضرتك ما تفصلش ده عن ده عشان ما تغيبش، بس عشان تبقى فكرك تبقى انت ماشي صح. حزب الله لماذا ترك حتى الان؟ مش موضوع ليه في قائمه الارهاب في العالم؟ قطر لما كان فيه مشروع ان هو تتحط في الدول الداعمه للارهاب، واسرائيل منعت هذا. فانت ما تحاولش تفهم المواطن. يعني احنا اصلا يعني المفروض بنوعي الناس ونشكل فكر الناس ونوعي الناس، كناس بنطلع نتكلم مع الجمهور لازم تفهمه. اوعى تقول لي ان امريكا عدوة ايران، ده كلام فارغ. وانا بقول لكم اهو، واتمنى ان انا اطلع غلطان ويدمروا المفاعل بكره، بس يدمروا مفاعل حقيقي مش مفاعل تاني. خلي بالكم ليه انا بقول كده، لان يا اخوانا انت لو دايما ابدا نرجع الامور للشرع، ارجع الامور للشرع. هو انت تجد في عداوه لاهل السنه او للسعوديه او للامارات او لمصر اكتر من ايران؟ وايران دي هل هي موافقه لديننا؟ لا. اذا هم الكفر مله واحده. تركيا بالنظام اللي فيها نفس القصه، جاء لزعزعه العرب. يا اخوانا ده ملعوب لصرف النظر عن اسرائيل، وان احنا اذا نظرنا لايران ولتركيا نقول ده اسرائيل دي ملاك وناس محترمين وناس زي الفل. ابدا. ايران وتركيا اداه في يد اسرائيل، في يد الصهيونيه العالميه، في يد الماسونيه العالميه عشان تبقوا فاهمين، في قدمهم كمان دايسين على الحذاء لابسينه. ايران تركيا قطر احذية، والاخوان طبعا معاهم احذية للمشروع الايه؟ الشرق الاوسط الجديد او الصهيونية العالمية او الماسونية العالمية. فيعني بلاش انت تخمن وتقول محمد بن سلمان اتفق مع نتنياهو. انت ده برضه غلط. من اين لك هذه المعلومة؟ ولا انت طالع بتخمن؟ يعني التحليل يا اخواننا يكون على واقع، يعني في شيء حصل وانا بحاول احلله او اشرحه او اوضحه. التحليل مش معناه التخمين، لا، التخمين ده معناه رجب بالغيب، وخصوصا في الامور التي تحتاج الى ادله. لما اقول في اتفاق ما بين محمد بن سلمان وبين نتنياهو عندي دليل، عندي معلومه صحيحه، يجب ان نراعي هذا. انا اعلم ان كثير نقل الخبر ده مهم، يعني لو احنا درست يعني درست علم حديث او اللي درس علم حديث فاهم انا بقول ايه، فحتى لا نقع تحت طائله الكذب والتدليس على الناس يجب ان احنا نراعي هذه المسائل. انا حلل التحركات المصريه ايه؟ احتمال كذا واحتمال كذا واحتمال كذا، يبقى انا ما عنديش معلومه. طيب هل اصلا حدث لقاء بين نتنياهو ومحمد بن سلمان حتى يعني حتى ابني على هذا اللقاء انهما اتفقا على ضرب على ضرب او قتل هذا الرجل او استهدافه؟ هو ده، هو ده. الأول يبقى عندي المعلومة إن في لقاء حدث فعلا ما بين محمد بن سلمان وما بين نتنياهو، بعدين أحلل عليه، دول التقوا النهاردة في حدث بكرة استهدفوا محسن زادة، خلاص؟ ده احتمال، أقول ما عنديش معلومة. احتمال. طيب ما عنديش أصلا المعلومة، أصلا أنا ما عنديش معلومة إنه التقوا أصلا، يعني إذا كان وزير الخارجية الرسمي للسعودية نفى أن هناك لقاء، كيف أنت تخمن وترمي محمد بن سلمان بالباطل بأنه اتفق وراح اتفق مع إسرائيل لقتل محسن زادة؟ وأنا شايف أن قتل محسن زادة يعني مش زي قتل قاسم سليماني، هو خلص يعني. إخوانا الأشخاص مؤثرة لكنها لا تؤثر في السياسات، قد تؤثر بعض الوقت، يغيب لاعب من الملعب لكن هناك مع الوقت يعوضه لاعب آخر، وإلا الدنيا هتقف، لأن مفيش دول بتقف على أشخاص. فلازم نكون يا إخوانا نشكل فكر الناس، وعي الناس، وما نحاولش نضحك على الناس ونضحك على المشاهد.
وده اللي بيحصل للاسف الشديد في معظم اليوتيوب. طبعا يعني انا يعني في هذا يعني اللقاء اتوجه يعني بالنصيحه لكل الاخوه صناع المحتوى على اليوتيوب، انتوا لكم جهد كبير مشكور في توعيه الناس، لكن حاولوا التدقيق جدا في طرح المعلومه او طرح التحليل بتاعك، لكن المصداقية اهم شيء، وبلاش الرجم، وخصوصا في الامور التي تتعلق بالدول، لقاء واحد مع واحد وهذا اللقاء ترتب عليه اشياء اخرى، فانت بلاش انك انت تقول لا ده التقوا، طب هم ياخد وزير الخارجيه قال لا وانت تقول اه، يعني ازاي يعني افهمها ازاي يعني؟ زي الاخ اللي طالع يناظر وهو بيتهم مصر بدعم اقليم التجراي مثلا، ينفع الكلام ده؟ انت عندك معلومه بكده؟ ولا انت بتحتمل؟ وحتى لو بتحتمل دي بلدك ما تقولش كده عشان الكلام بتاعك ما يتاخدش ضدها. خلي بالك انت ممكن يكون الكلام بتاعك يعني يودي في داهيه وممكن يخدم بلدك. يعني الواحد بيقتل القتيل ويقول ماليش دعوه ويمشي في جنازته. ادعمهم من غير ما حد يعرف. شغل مخابرات. بلاش نتعرض لهذه المسائل. حل المواقف، حل الحرب، اتكلم عن الحرب واللي ممكن يحصل واللي ممكن كذا وكذا، هذا يعني يا خلاص ما فيش مشكله. بتفهم المواطن كذا كذا او المشاهد ايه اللي بيحصل وايه اللي ممكن يحصل، بس تكون مبنيه على معلومه موجوده اصلا. خلاص هو ده يعني محتواي او اللي عندي اللي انا عايز اقوله لبعض الاخوه، وايضا للمشاهد ابحث عن كل معلومه تقال لك والتخمينات دعك منها، ودائما وابدا خذ المعلومه الصادقه، ولو انا قلت كلام ابحث عنه ما فيش مشكله، ما تخليش دماغك سله اي حد يحط فيها معلومات، لا انت برضو يكون ليك جانب من التعب وتحاول انك انت تطلع، وانت بتبحث عن معلومه هتجمع 100 معلومه وفي السك، خلي بالك هتستفيد كتير جدا جدا، وده بعدين يثقفك ويخليك تبقى ايه دماغك فلتر، فلتر بيحلل كل كلمه بتتقال، فلان ده قال كلمه اه بحللها، انا نفسي بعد ما اسمع الكلام بحلله مش باخده على لا مجرد ان انا بثق في هذا الشخص، لا ابدا اطلاقا. هذا ما لدي في هذه الحلقه، اشكركم لحسن المتابعه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم محمود العوام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.